خلينا نعرف بالتفصيل كده عن هذه المدينة من سيادة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. وحقيقة سيادة النائب المشهد كان عظيم، والمدينة الأولمبية يعني تضاهي مثيلتها في الدول الأوروبية زي ما بنشوف وبنتفرج لما بنتفرج على الماتشات بره مصر. أكيد جهد كبير اتعمل علشان نشوف ده النهاردة. عايز أعرف يعني بتشتغلوا بقالكم قد إيه على هذه المدينة، ولو تقولنا أكتر التفاصيل اللي موجودة داخل المدينة. مساء الخير على حضرتك يا استاذ هديد. اهلا بحضرتك. يعني خليني اقول اللي بيحصل في مصر ده كله بنسميه اعجاز مش انجاز، على كل المستويات وفي كل قطاع. يعني حضرتك يمكن ذكرت في مقدمه سمعتها كويس جدا الانجازات في المنشات الرياضيه اللي موجوده في مصر. يمكن امبارح كان في زياره كده، كانت اول زياره للمدينه الاولمبيه. النهارده بيتوج افتتاحها بوجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي خلينا نقول ان هو بمجرد ما تولى المسؤوليه يمكن وجه باعداد تصور متكامل لتطوير المنشات والمرافق الاساسيه الرياضيه بشكل يليق بمكانه مصر. احنا يمكن لو حسبنا من 2014 الى الان حجم الانجازات في الانشاءات الرياضيه نقدر نعرف قد ايه مصر احتلت مكانه متقدمه بين الدول. قد ايه نعرف ان احنا لما الدول او الاتحادات احتاجت لعمل بطولات دوليه زي كاس العالم للهاندبول لجأوا لمصر، وان مصر اصبحت هي قبله الاتحادات الدوليه لاقامه البطولات العالميه. مش هنقدر نحصي عدد البطولات اللي تمت خلال الفتره الماضيه، لكن خلينا اقول نموذج صغير ان فتره الكورونا لما كل دول العالم يعني خافت ان هي تقيم بطوله كاس العالم للهاندبول استضافتها مصر وبنجاح شديد سياده النائب. الحقيقه يعني كان في اشادات دوليه بالتجربه المصريه في هذه الاستضافه في ظروف صعبه جدا طبعا. ظروف كورونا الناس كانت خايفه تخرج من بيوتها مش تنظم بطوله لكره اليد، بطوله عالميه يعني. الحقيقه تنظيم البطولات يعني بقى ضرب من ضروب السياحه في مصر. خلينا نقول ان دي كلها بكوادر مصريه، يعني بشباب مصري الحمد لله، وسواعد مصريه اللي بنت المؤسسات والصالات المغطاه اللي اقيمت فيها البطوله خلال 6 شهور، الهيئه الهندسيه والقطاعات المختلفه في الدوله المصريه، وزاره الاسكان والوزارات اللي اجتمعت على انتهاء الانشاءات ديت في 6 شهور. ده بنسميه في مجال الرياضه والانشاءات الرياضيه كان اعجاز وليس انجاز. خلينا اقول ان البطوله الافريقيه حتى في 2019 كل الدول اعتذرت ومصر هي اللي تولت المسؤوليه وتبنت اقامه البطوله. ده كله ليه مؤشرات، اولا اهتمام القياده السياسيه بالمنشات الرياضيه اهتمام غير عادي. من 2014 الى الان بنشوف طفره كبيره جدا في البنيه الرياضيه الاساسيه اللي بتخلينا نقدر نقول بكل ثقه ان احنا نقدر نستضيف بطولات عالميه. فترة من الفترات احنا لما قدمنا ملف لاستضافة كأس العالم حصلنا على تقدير ضعيف جدا جدا، والظروف في مصر لم تكن مهيئة. حلو، نقف هنا سيادة النائب بقى عند النقطة دي. المدينة الأولمبية الجديدة عشان الناس تفهم تضيف ايه في هذا الشأن؟ يعني تضيف ايه في استضافتنا لبطولات عالمية؟ هتزود قدرتنا على ده، هتعمل ايه؟ طبعا المدينة الأولمبية أحد المنشآت العالمية. احنا عندنا فيها استاد فقط بيستضيف او بيقدر ان هو يستضيف 95,000 مشجع، وده العدد اللي ممكن يحضر او مسموح به لحضور افتتاحيه لبطوله زي كاس العالم. الاتحاد الدولي لكره القدم ليه مواصفات معينه في الاستادات سواء في البطولات القاريه او البطولات الدوليه. نقدر نقول ان بهذه المدينه الاولمبيه اللي انشات، وطبعا الناس يعني لازم تعرف ان لم يعني يتعدى وقت الانشاء 4 سنوات ونصف، مجهود غير عادي. الهيئه الهندسيه عملت اعجاز جديد في البنيه الرياضيه المصريه. تكاتف الجهود اللي تم توجيه السيد الرئيس ان هذه المنشات يعني يجب ان تكون مطابقه للكود الدولي، للكود العالمي. فهتلاقي في صالات مغطاه، وهتلاقي في ملاعب تدريب، وهتلاقي في ملعب اكبر من استاد القاهره بيحتوي على 95,000 مشجع. يعني في ايضا اماكن لمنافسات الرمايه والعاب القوى. يعني مدينه متكامله ممكن نقدر نعتبرها احد مصادر الدخل السياحه
الفترة القادمة، لأن سياحة الرياضة دي أو الرياضة الخاصة بالبطولات والسياحة الرياضية دي يمكن أحد يعني مصادر الدخل القومي لبعض الدول. أعتقد أن مصر طبعا سيادة النائب، مسألة الاستثمار في الرياضة ده استثمار هام جدا وفوائده كتير. شوف حضرتك، أنا عايز أقول نقطتين بس في الجزء ده. الاستثمار في الرياضة مهم جدا، وبعض الدول المصدر الأول مش الثاني للدخل القومي ليها هو الاستثمار في الرياضه. طبعا عايزين نتكلم دول زي البرازيل، زي الارجنتين، بعض الدول الافريقيه من بيع اللعيبه، لكن احنا بنتكلم كمان الاستثمار في الرياضه بوجه عام والسياحه الرياضيه، اقامه البطولات، ده كله استثمار. الاهم من هذا الاستثمار في الرياضه اللي هو الاستثمار المالي، لا، احنا بنتكلم على الاستثمار في العنصر البشري والشخصيه المصريه. النهارده لو كلنا طبعا تابعنا كلنا لقاء السيد الرئيس مع المنتخب، السيد الرئيس أزر المنتخب ودعم المنتخب وتمنى له التوفيق، لكن اللي سيادة الرئيس ركز عليه أكتر هو الصورة الحضارية اللي يجب أن يظهر عليها اللاعبين في المنتخب، لأن هم قدوة لأجيال من الشباب المصرية، وأيضا بيعكسوا صورة المواطن والشباب المصري والرياضيين المصريين للعالم كله، لأن البطولة الإفريقية دي كل العالم بيشاهدها. فبالتالي الرئيس ما بيركزش فقط على الاستثمار المالي والعائد المالي اللي من وراء هذه المنشآت الرياضيه، ولكن ايضا الاستثمار في المواطن المصري، في الشخصيه المصريه وتكوين الشخصيه المصريه. ده بعد مهم جدا 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 الدوله تبنته، الدوله يعني توجيهات السيد الرئيس دوما في كل المؤتمرات وفي كل اللقاءات هو كيفيه بناء الشخصيه المصريه والمواطن المصري المتكامل. ده يهمنا جدا ويهم الجيل القادم والشباب اللي الدوله بترعاه، والرياضيين اللي احنا شفنا معظمهم حاليا بيشاركوا في مصر على منصات التتويج سواء البطولات الاولمبيه او البطولات الدوليه. مصر انتقلت لمكانه تليق بها، تليق بحضارتها وتليق بقيادتها السياسيه وبشعبها المخلص له كثير من المواقف الشجاعه والمواقف اللي كل يشير اليها بالبنان. ان شاء الله الفتره القادمه نحصي هذا المجهود ببطولات وميداليات ويعني تصنيف متقدم في مختلف الالعاب ان شاء الله. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله. الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب، شكرا جزيلا سياده النائب.